في أحد الأماكن التي يعني انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكما هو واضح يعني في الخلفية حجم الدمار الكبير الذي يعني ألحق في هذا المكان، نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو يعني فقدان عدد كبير من الشبان والرجال في هذا المكان بعد أخذهم. وكما شاهد شهود العيان وأهالي هؤلاء الشبان وهؤلاء الرجال التحقيق مع هؤلاء الشباب، وبعد ذلك لا يعلمون أين ذهب بهم الجيش، هل قتلهم، هل أخذهم إلى الأسر، هل أفرج عنهم في أماكن أخرى. We'll be right back.